أهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي، ومع المراجعة النهائية للجغرافيا في صورة خرائط صماء بوضح عليها أولى قاراتها وأولى الدول في إنتاج، سواء كانت محاصيل زراعية أو كانت معادن ومصادر طاقة أو بالنسبة لي أهم الأقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم والدول اللي هي مقرر عليها. أولى قارات في إنتاج القمح والأرز والقطن والمطاط وفي تربية الأبقار والخنازير قارة آسيا. رقم 2، أولى الدول الرئيسية المصدرة للأسماك هي دولة الصين. رقم 3، أولى الدول في إنتاج القمح والأرز واللحوم وفي تربية الخنازير برضو دولة الصين. رقم 4، أولى القارات في إنتاج الذرة الشامية هي قارة أمريكا الشمالية. أولى الدول في إنتاج السكر وقصب السكر دولة البرازيل. أولى الدول في إنتاج الألبان وفي تربية الدواجن الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كده أولى الدول في إنتاج الأغنام والأصواف هي أستراليا. دول أو قارة، أولى دول قارة أفريقيا في إنتاج القمح والقطن هي مصر. ده بالنسبة لخريطة صماء للعالم موضح عليها المحاصيل الزراعية. أمام الخريطة صماء للعالم موضح عليها الآتي بالنسبة للمعادن ومصادر الطاقة: أولى القارات المنتجة للطاقة النووية والغاز الطبيعي قارة أوروبا. أولى الدول المنتجة للحديد رقم 2 اللي هي دولة الصين. رقم 3، أولى الدول المنتجة للنحاس دولة تشيلي. رقم 4، أولى الدول المنتجة للبوكسايت هي استراليا أو قارة استراليا. رقم 5، أولى الدول المنتجة للفحم هي دولة الصين. أولى الدول المنتجة للبترول هي المملكة العربية السعودية. أولى الدول المنتجة للألمنيوم والغاز الطبيعي هي الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كده أولى الدول العربية المنتجة للطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهربية هي مصر. بعد كده على خريطة صماء العالم وضح أهم الأقاليم الصناعية. ده سؤال تاني ممكن يجي بس مش بالطريقة دي، ممكن يدخل فيه من ضمن خريطة العالم، واحدة من ضمن خريطة العالم. واحد، إقليم صناع، إقليم هو هنا بيتكلم عن الأقاليم الصناعية: إقليم شرق آسيا. رقم 2، إقليم روسيا وأوكرانيا. رقم 3، إقليم وسط وغرب أوروبا. رقم 4، إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 5، بيقول لي إقليم صناعة حديث اللي هو جنوب أفريقيا. رقم 6، إقليم صناعة حديث هي دولة البرازيل في أمريكا الجنوبية. رقم 7، إقليم جنوب شرق آسيا في مدينة أو دولة تايلاند. رقم 8، إقليم صناعة حديث اللي هي في أفريقيا مصر. سؤال تاني بيقول لي أمام خريطة صماء للهند وضح عليها الآتي: 1، دولة بوتان. 2، دولة نيبال. 3، دولة ميانمار. 4، دولة بنجلاديش. 5، دولة باكستان. 6، دولة الصين. 7، جبال الغات الشرقية. 8، جبال الغات الغربية. 9، جبال الهيمالايا. 10، هضبة الدكن. 11، نهر كفري. 12، نهر الجانج. 13، سهول ميلبار. 14، سهول كروماندي. 15، العاصمة نيودلهي. 16، مدينة حيدر أباد. 17، مدينة بومبي. 18، مدار السرطان. 19، خليج البنغال. سؤال تاني بيقول لي أمام خريطة صماء لنيجيريا وضح عليها الآتي: 1، خليج غينيا. 2، دولة النيجر. 3، دولة الكاميرون. 4، دولة بنين. 5، دولة تشاد. 6، هضبة جوس. 7، نهر النيجر. 8، العاصمة أبوجا. 9، مدينة إبيدان. 10، مدينة لاغوس. 11، المحيط الأطلنطي. سؤال تاني بيقول لي أمام خريطة صماء لدولة ألمانيا وضح عليها الآتي: 1، بحر البلطي. 2، مسطح مائي بحر الشمال. رقم 3، دولة الدنمارك. رقم 4، دولة بولندا.
خمسة دولة التشيك، ستة جبال الألب، سبعة نهر إلب، تمانية نهر الراين، تسعة مدينة هامبورغ، عشرة مدينة برلين، 11 مدينة ميونخ، 12 دولة النمسا، 13 السهول أو السهل الألماني الشمالي، 14 اللي هي دولة سويسرا، 15 دولة فرنسا، 16 دولة هولندا، 17 دولة بلجيكا، 18 دولة لوكسمبورغ، 19 المرتفعات الوسطى. ده كان بالنسبة للخرائط الصماء اللي ممكن تجيلي على خريطة العالم أو على شكل كل دولة من ضمن الدول اللي ممكن تجيلي.